أم حسن، ما كنا نحذر منه قبل قليل فعليا حصل. الجيش الإسرائيلي تقدم إلى مسافة واسعة جدا باتجاه بلدة بتونيا، اقتحم البلدة في هذه اللحظات وأيضا دفع بجرافة عسكرية حتى تزيل أي عوائق وضعها الشبان الفلسطينيين، وسط أيضا عشرات الإصابات التي سجلت في صفوف الفلسطينيين تحت يعني مباشرة عند الشارع الرئيسي. سنتوجه بالكاميرا لننظر إلى ما الذي فعليا يحدث هنا. هؤلاء الجنود من قوات حرس الحدود أطلقوا كم كبير من القنابل الغازية وفرقوا التجمعات التي كانت هنا استعدادا لإخراج الأسرى الفلسطينيين، وأيضا قمع لأي مظاهر كانت يعني يتم البدء بالعمل بها. ولكن بكل الأحوال نحن نلحظ بأن الأمور هنا في داخل أو منطقة سجن عوفر على وجه التحديد وبلدة بتونيا يوم أمس استفزت الكثير من الرأي العام الإسرائيلي، وكذلك استفزت كثير من الكتاب والمحللين الإسرائيليين وأيضا أجهزة الأمن الإسرائيلية. لذلك قررت إسرائيل هذا اليوم أن تقوم بقمع كل المظاهر التي شهدناها يوم أمس من خلال رفع العلم الفلسطيني أو رفع راية حركة حماس أو راية الجهاد الإسلامي. الشبان الفلسطينيون تم قمعهم بصورة عنيفة جدا، حتى أن الجيش في هذه اللحظات يتقدم بصورة أعمق باتجاه بلدة بتونيا لإبعاد كل الشبان حتى يتسنى إخراج حافلة الصليب الأحمر التي تقل الأسيرات. وأيضا قبل قليل سمح لثلاثة مركبات للهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة التواجد في ساحة سجن عوفر، لربما حسب القوائم وحسب ما تم إبلاغنا لمصادر بمصادر خاصة طبعا في قناة الغد، بأن إسرائيل تنوي إخراج إسراء الجعابيص الأسيرة الفلسطينية من سجن عوفر وليس إلى مسقط رأسها وإلى مدينتها مدينة القدس المحتلة، رغم أنها أيضا في قبل ساعات قامت باقتحام منزل شقيقتها، وبعد ذلك قامت بعملية تدمير وأيضا إخراج من كان موجود هناك تحت طائلة المسؤولية والضرب. في هذه اللحظات أيضا نلحظ بأن الجرافة تقوم بإزالة كل العوائق على جانبي الطرقات، أيضا القنابل الغازية التي أطلقها الجيش بكثافة عالية تسببت في حرائق. إذن بانتظار فعليا الدقائق القليلة القادمة حتى يتسنى الإفراج عن 39 أسيرة، من ضمنهم 6 أسيرات من مدينة القدس وأيضا عدد آخر من مدن الضفة الغربية، من جنين، من طول كرم، من نابلس، من الخليل، من مدينة رام الله والبيرة. سيتم الإفراج أيضا عن الأشبال القاصرين على وجه التحديد استكمالا لليوم الثاني من صفقة التبادل التي تعطلت في الساعات القليلة الماضية نتيجة ربما عدم التزام إسرائيل ببنود الصفقة التي قالت إسرائيل بأنها أيضا ملتزمة بالبنود، وأن المماطلة تأتي من حركة حماس كما قال. لكن تدخل الوساطات المصرية وكذلك القطرية حال دون إفشال الصفقة التي كان من الممكن أن يعود التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بصورة واضحة وبصورة عنيفة جدا. لذلك جاءت هذه الجهود والضغوطات الكبيرة حتى تمارس، حتى أيضا يعني يتمكن المواطنين في قطاع غزة والفلسطينيين في قطاع غزة من تنفس لحظة من الهدوء على وجه التحديد. إضافة إلى ذلك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن إسرائيل ستسمح بدخول 100 شاحنة عند منتصف الليل وبعد ذلك إلى منطقة شمال قطاع غزة من الحافلة أو الشاحنات التي تقل الأغذية وتقل المواد التموينية واحتياجات سكان قطاع غزة. بكل الأحوال تم الإفراج عن 13 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس، إضافة إلى 7 أيضا من الأجانب الذين أفرجت عنهم حركة حماس دون أي مقابل. في كل الأحوال ننتظر أيضا يوم غد، ربما ستكون الظروف مهيئة بشكل أكبر بعد التوصل إلى اتفاق وصورة واضحة لإخراج العملية الحالية إلى حيز التنفيذ بصورة عامة. لكن بكل الأحوال في هذه اللحظات يقوم بإلقاء أحد الجنود يقوم بإلقاء القنابل الصوتية تجاهنا في هذه اللحظات، وفي إشارة إلى أنه يريد منا الابتعاد عن هذه المنطقة بكل الأحوال ولا يريد
فعليا للتغطية أن تكتمل في محيط سجن عوفر حيث نقف الآن. وكنا نقلنا يوم أمس مشاهد من الإفراج عن الأسرى الأسيرات وعن الأطفال الأشبال على وجه التحديد الذين كانوا يعني تم الإفراج عنهم. ولكن بكل الأحوال هناك لربما أحد الأطفال الفلسطينيين أيضا الذين كانوا داخل السجون الإسرائيلية يتطلب نقله في مركبة إسعاف، لأننا أبلغنا قبل قليل كما ذكرت لمصادر خاصة لقناة الغد بأن إسراء الجعابيص سيتم الإفراج عنها من هنا، خلافا للأسيرات المقدسيات اللواتي سيتم الإفراج عنهم إلى مدينة القدس وسط شروط مقيدة وشروط وضعت ربما مجحفة بحق الأسيرات وبحق ذويهم، بأنهم يعني يجب عليهم ألا يقوموا بأي مظاهر وأن لا يوزعوا الحلوى وأن لا يستقبلوا أي من المهنئين بسلامة الأسيرة. رغم ذلك نلحظ بأن الأمور هنا تزداد تعقيد وأن الجيش تمكن من الوصول إلى مسافة قريبة جدا باتجاه بلدة بتونيا، أوقع عشرات الإصابات بالاختناق بشكل واضح. حسن، نحن فعليا دخلنا في اليوم الثالث، الساعة تخطت 12 بدقيقتين ولم تنفذ إسرائيل يعني المستهدف منها أو المطلوب منها في اتفاق الهدنة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لديها ضياء، ولم تبرر ذلك. نعم، يعني الموضوع يتعلق بنقل الأسرى أو نقل فعليا المحتجزين الإسرائيليين حال تم إيصالهم والتأكد من هوياتهم والتأكد بأنهم بصحة جيدة، يتم بعد ذلك الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الأسرى وعددهم 39. بمعنى أن إسرائيل كانت وضعت شرطا أن يصل المحتجزون أولا ويصلوا إلى إسرائيل ويتم التأكد من هوياتهم والحالة الصحية لهم على أن يتم الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الأشبال من الأسر الإسرائيلي في حافلات تقلهم وهي تتبع للصليب الأحمر الدولي، يتم نقلهم من سجن عوفر باتجاه المناطق الفلسطينية. كان أيضا هناك شهيد عند مدخل البيرة حيث كان سيقام فعليا مراسم استقبال رسمية للعدد من الأسيرات اللواتي سيصلن إلى هناك وسط حضور عائلاتهن وحضور أيضا كثير من الشباب الفلسطيني الذي أصر على أن لا يفوت هذه الفرصة باستقبال الأسيرات اللواتي يعني استمرينا في السجن لمدة تراوحت بين 8 أعوام إلى 6 أعوام. هناك يعني ميسون الجبالي وهي أسيرة تعتبر عميدة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، أمضت حوالي 8 سنوات، تم اعتقاله عام 2015. إسراء الجعابيص أيضا واحدة من الأسيرات القدامى اللواتي تم الإفراج عنهن أو سيتم الإفراج عنهن بعد قليل، إضافة إلى أيضا شروق دويات وغيرها من أسماء الأسيرات والأشبال الفلسطينيين الذين يعني اعتقلوا وهم صغار وبلغ عمرهم في هذه اللحظات 13 إلى 16 عاما وما دون ذلك. بكل الأحوال بعد قليل ستنطلق الحافلة، حافلة الصليب الأحمر، وربما لن يكون هناك مظاهر استقبال كما جرت العادة يوم أمس، فقد سيصار إلى ربما يعني إبعادهم بصورة واضحة باتجاه أماكن سكناهم في مناطق متفرقة. ولكن فعليا الخشية حسن من أن يتم توقيفهن عند الحواجز الإسرائيلية في مناطق مدن الضفة الغربية وقرى، خصوصا بأننا نتحدث عن مناطق ربما يعني في شمال الضفة الغربية وفي جنوب الضفة الغربية وهي معبدة فعليا بالحواجز الإسرائيلية وكذلك باعتداءات المستوطنين المتطرفين على الشوارع. على الجانب الآخر، أفاد مراسلنا في غزة بانتهاء عملية تسليم المحتجزين بنقلهم من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك.